2019 يوم 30/12 احنا قراء مقاييس محافظة كربلاء، عددنا بكل العراق 15,000 موظف تعيننا كلنا احنا سوا يعني، وعددنا بكربلاء 600 واحد تعين ضمن اصلاحات عادل عبد المهدي سنة 2019 يوم 30/12. من ذاك اليوم لهذا اليوم احنا ما نعرف كل شيء، يعني كانوا ما عينونا يردون يسكتون عقوق المتظاهرين والله العظيم، وما لنا اي مستحقات ماليه، نطالب تحويلنا الى عقود، تحويلنا الى اجور، ما دنا نعرف احنا حاليا كل شيء، ما دنا نعرف، ما لنا اي مستحقات. من ذاك اليوم الى اليوم قالوا تعينتوا على قرار 341، احنا نطالب تحويلنا الى قرار 315 اللي هو الراتب ثابت، لان النسبه دنا نحس بها مظلوميه، يعني ابو المدن يختلف عن ابو القرى والارياف، ابو الصناعي يعني باي راح يصير واسطات ويصير شغلات كل شويه. قارئ مقياس نسبه 5%، يعني يطلع قارئ مقياس من الصبح لليل زين بدفتره يتعرض للشتم والغلط والحر والبرد بهذا الشارع زين، ويرجع للدائره، بالتالي تعطي انت شهريا 40,000 50,000 من نسبته اللي مشتغلها، وين اي 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 اليوم اي اي موظف بدائره يقبل بهذا الراتب، اي اي اجير يقبل بهذا الراتب زين. فاحنا نطالب من رئاسة الوزراء ونطالب من الوزير مال الكهرباء انه النظر بحق هاي الشريحة المظلومة. جبنا عدم ممانعة من مجلس الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ردت على كتاب وزارة الكهرباء وقالت احنا ما عندنا مانع بتحويلهم الى عقود، وزارة الكهرباء هسه قالت لا احنا الموضوع مو يمنا الى مجلس الوزراء. زين احنا نطالب السيد الوزير انه يطرح موضوعنا مجلس الوزراء، وانه يطرح موضوعنا من اللجنه الماليه، اللجنه الماليه تواصلنا ويا رئيس اللجنه الماليه وتواصلنا ويا عديد من نواب باللجنه الماليه من ضمنهم النائب صادق مدلول، قالوا ما عندنا اي مشكله احنا واحنا وياكم، يمن مجلس النواب ويانا ومجلس الوزراء مطلع عدم ممانعه والوزاره تقول انا وياك، لا شلون شوكت نتحول؟ شي تريدون بعد حتى تحولونا؟ يعني النسبه حيل مجحفه، قطاعات قاعد تنظلم بسبب النسبه. يعني النسبة هي قرار مو بس ظالم، قرار دمر العدادين بكل العراق، فنطالب بإلغاء النسبة وتحويلنا إلى عقود. احنا قرار المقاييس إن نسبة من قرار 341 والنسبة مرفوضة رفضا قاطعا، لأنه نسبة فاشلة، نحاول يعني نطالب تحويلنا إلى عقود تشغيلية على قرار 315، حالنا حال العقود السابقين، قبل فترة صدر كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحويلنا إلى عقود، والشغلة بقت يم وزارة الكهرباء يم الوزير، الوزير ما جاي يحولنا إلى عقود تشغيلية. احنا جاي نجيب مليارات الدولارات لوزارة الكهرباء وكل شيء ما جاي نحصل من عندها.